عشان تكون بروديوسر ناجح بالمنطقة أول شيء لازم تفهمه إنه إيمانك بالمشروع اللي أنت عم تنتجه لازم يكون إيمان مطلق، لأنه من دون الإيمان المطلق وإنك مؤمن بكل تفاصيله مش رح تنجح إنك لا تجيب تمويل ولا إنك تقدر تكسر المستحيلات مشان تحقيق البروجكت تبعك. هاي نصيحتي لكل الناس اللي حابين يكونوا بروديوسرز في المنطقة.